وصلنا لفقرتنا الأولى. دائما بيكون في تفاصيل صغيرة بحياتنا يمكن ما بننتبه عليها وما بننتبه شو نتائجها السلبية. طبعا بحياة كل عيلة بيكون في أولاد ميسان ببلشوا دائما الأهل بيكون في حالة حب كتير كبير أكيد لكل الأبناء، لكن التمييز بين الأبناء نتيجة صفات معينة ممكن تكون الاجتهاد، ممكن تكون شخصية الطفل هي طبعا بتخلي هذا التمييز يصير بين طفل وآخر. طبعا له نتائج كتير سلبية بالمستقبل أكيد بيلمسوها منه شخص، ممكن طفل يتمتع بثقة كتير كبيرة بالنفس لدرجة النرجسية وطفل آخر يمكن بيفتقد لهي الثقة. لهيك نحن كيف فينا نوزع حبنا واهتمامنا بشكل متساوي بين الأولاد، وكيف فينا نربيهم تربية صحيحة لحتى ما يكون في هاي النتائج السلبية الكتير كبيرة بالمستقبل. رح نتعرف عليها مع محمود الخالد، مدرب متخصص في حماية الطفل والصحة النفسية. صباح الخير محمود، كيفك؟ صباح عليك، يسعد صباحك محمود، ونعاد عليك يا رب. يعني محمود، في كلمة دائما بيقولوا الأهل، والله مو ما منميز، منحب الكل قد بعض، بس فلان رايق، بس فلان شاطر، بس هي كلمة البس يلي كل حدا يعني من الأم إن كان أو من الأب تنقال. قديش باللاوعي ممكن أحيانا الأهل يميزوا بين الأطفال رغم أنه هن أكيد بحبون قد بعض؟ يعني شيء اكيد. اول شيء صاد صباحكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب اعياد خير وسلام على بلدنا سوريا وعليكم ان شاء الله. نحن هي المشكله بالبس مثل ما تفضلتي، يعني نحن الاهل من البدايه بيقعوا بفخ كثير كبير بتربيه الاطفال، اللي هن تربيه الاطفال بشكل مستقل. اليوم نحن عم نربي مثلا عندنا 3 أطفال، فنحن بنعتمد على تربية الطفل فلان لحال وفلان لحال وفلان لحال. نحن بننسى من البداية كيف نفتش على طريقة نربطهم ببعض، كيف يحبوا بعض ويتواصلوا مع بعض. فهذا يعني هاي البداية من يعني بداية المشكلة مثل ما بنسميها. وهي المشكلة بتستمر، لأنه اليوم نحن الأطفال من هنا صغار، لما طفل بياخذ لعبة أخوه تمام، من هون بتبلش المشكلة، إنه فلان أخذ لي لعبتي، فلان كسر الكاسة، فلان عمل سوى، من هون بتبلش بقى هاي المشاكل. والأهل ما بينتبهوا لها، لأنه هن اللي بيعتبروا إنه طفولة وأطفال مشاكل أولاد صغار عم يتخانقوا مع بعض. فلما أنت بتهمل هذا الموضوع، هون بقى بتبلش بقى يصير هاي الفوارق بين الأهل. اليوم كمان كذلك الأمر بين الأطفال، اليوم كذلك الأمر لما بقول أنا فلان والله منه هو صغير ما عذبني، بس فلان والله كتير عذبني، كان حرك ورش، كان كتير حرك تمام. فاليوم أنا لما بدي أحكي هاي الجمل قدامهم، هاي هي اللي بتعمل الفارق، إنه والله فلان الله يرضى عليه، والله ريحني منه هو صغير، بس هذا عذبني كتير. هون بقى بتبلش بقى المشاكل، اللي هي بقى لما بيكبروا بتصير بقى هاي الفوارق بيناتهم، وممكن توصل بيناتهم لحد الكره. في ناس كثير بيقول لك انه اخوات ما بيكرهوا بعض، الدم ما بيصير مي، هذا الحكي مو صحيح. او ممكن تصير غيره صغيره بيناتهم، بس مع الايام هي الغيره تكبر وتصير بحياتهم اليوميه فرح. يعني شفت كثير نماذج ميسان عن هدول الاشخاص. بس محمود، احنا ما بننكر انه فعلا بيكون في فوارق فرديه بين طفل وبين طفل ثاني، طفل بيكون كثير مميز وهادي ومجتهد، وطفل اخر مثل ما قلنا بيكون كثير حركه واوقات بيعمل ازعاج حقيقي للاهل. الاهل هون كيف بيقدروا يعملوا حاله توازن بين طفل والتاني؟ ممكن الطفل يتعلم من أخوه بدل ما يكرهه ويصير عنده حالة الغيرة، وهي بدها دقة كتير بالمعاملة، فكيف ممكن نحقق هذا الشيء؟ هلأ اليوم ما هو مستحيل يكون، ما بيقولك بيخلق أخين بس ما بيخلق طبعين تمام. هذا الكلام نحن متفقين عليه. اليوم أنت بدك تطلع على الجوانب الإيجابية والسلبية، هي عبارة عن سلوك. نحن اليوم أنا بدي أحسن سلوك وبدي أطور سلوك، وفي أنا سلوك بدي أضبطه. اليوم أنا الأطفال أول وأهم شغلة أنه أنا لما بدي أضبط هذا السلوك ما أضبطه قدام الأخوات الباقين. يعني أنا اليوم أهم الأخطاء اللي أنا لازم أني أنا ما أعملها، أني أنا المقارنات، شوف أخوك شو هادي، شوف أخوك شو رأي. المقارنة بين الأخوات هي خطأ جسيم تمام. أهل بيرتكبوه بشكل دائم. فأنا اليوم غالبية الأهل كتير نسبة كبيرة باللاوعي، يعني معظم الأهل بيتبعوا هاي القصة. فاليوم أنا لما بدي يكون في عندي طفل هو تصرف سلوك سيء، فكتير مهم أنك ما تنتصر له قدام أخواته الباقين. يعني أنه اليوم سلوك سيء أنك أنت ما تنتصر لأخواته قدام تمام. فأنا اليوم حتى إذا بدي عاقبه أو بدي حاسبه، فيفترض أني أنا حاسبه منفصلا عنهم ومو قدامهم،
ليش؟ لانه هذا الشيء رح يعمل له عدم ثقه بالنفس، وانه اخواته رح يعني ممكن يتمسخروا عليه، ممكن يحكوا عليه، ممكن يطلعوا له هاي النظره انه ليك ها انت تعاقبت، انت انضربت، انت الى اخره. فانا اليوم اذا بده يتصرف اي سلوك سيء ناخذه عن منفرده، انا باخذه تماما، يعني باخذه انا على جنب وبحاول اني اضوي له على الجوانب السلبيه بسلوكه، وحاول اني انا اطور له اياها. اليوم التواصل الصحيح بين الاهل والاطفال هو اهم شيء. انا مو صح اني انا اضربه، مو صح اني انا اعاقبه او اعيط عليه حتى قدام اخواته، لانه هذا الشيء بيهز ثقته بنفسه. يعني هي الفقره الرايحه التواصل، وكثير في اختلاف عليها مثلا، لانه بعض الاهل بيقولوا خلي اخوي يتعلم من عقابه، خلي الاخ الثاني يتعلم من سوء تصرفه. ابدا ابدا ابدا، بالعكس. انا حتى اليوم انا اذا هو تصرف اليوم، في بعض الاخوات مثلا على سبيل المثال ماما فلان كسر الكاسه، فانا بيجي بضربه او بهدله قدام اخوه، فهون شو عم اعزز؟ انا عم اعزز سلوكين سيئين، اولا اللي هو الوشايه، الوشايه لانه اخوه معناته خلص انا كل ما بدي احكي كلمه بده ينضرب اخي، وهي شغله مثلا اخذ لي اللعبه، اخي اخذ لي اللعبه. فاليوم هذا حتى لك انا لازم اليوم انه انا ماما ما بيصير، حتى لما بدي اقول له للاخ اللي وشى انه هو غلط، فانا لازم اخذه على جنب انه انت اليوم ما بيصير تحكي عن اخوك او تفسد عليه او الى اخره. وانا لازم الاخ الثاني انه احنا لازم ندير بالنا كمان بشكل منفصل منفرد، مشان انا صحح له سلوكه انه انت اليوم ما بيصير تاخذ من اخوك اللعبه، لازم 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 تتعاونوا او تلعبوا فيها مع بعض، نحاول ندور على حل يتناسب مع الطرفين بوجود الطرفين. يعني انا اليوم بجيب الاخوات نقعدوا قدامي، خلينا ندور على طريقه كيف نلعب فيها بهي اللعبه مع بعض. بس قديش صعبه قديش صعبه يعني هلا بنجي نحن انه على ارض الواقع عم نشوف انه الامهات كثير عم يتعذبوا بهذا الموضوع. يا ترى بضلوا بيقولوا انه الاولاد هن تغيروا طباعهم تغيرت، او بسبب قلة الوقت اللي عم يعطوه الأهل لأولادهم، ونقص موضوع التواصل، يعني هذا التواصل يلي ما عم يكون على بشكله الصحيح وبالوقت الكافي بين الأم أو الأب مع أولادهم. هو للأسف نحن يعني هي فقرة التواصل هي أصلا فقرة ما أنا موجودة عنا، ما بدي عمم، بس بنسبة كتير كبيرة الأهل عنا ما بيتواصلوا مع أطفالهم خالص. يعني نحن الأب ملتهي بشغله، طبعا بغض النظر عن الظروف الصعبة أو ما في، يعني اليوم نحن متواصل بين الأب وأولاده، الأم وأولادها ما في، هذا شبه معدوم. فنحن اليوم الطفل بحاجة للاهتمام، بحاجة للمشاركة. نحن مثلا أنا بدي أنزل أشتري له، الطفل من عمر 3 شهور بيوعى تمام، ما رح أقول لك من عمر 3 شهور بيوعى، ينتبه على كل اللي حواليه. فلما يكبر مثلا أنا بدي أنزل أشتري له ثياب، بعد هو مثلا خلينا نقول عمره 3 سنين أو 4 سنين، طب فينا نشاركه أنه حبيت هاي، خلص انا بشوف هاي القطعه بيسها عليه وكثير حلوه، انا شفتها حلوه بس انه طب حبيتها ماما، ما بتخسر شيء بهذا السؤال. اذا شاركناه بيتعلم المشاركه تماما، انه انا اليوم له راي، اليوم انت عم تبني له شخصيته، انت اليوم عم تبني له ثقته بنفسه، انا اليوم عم شاركك بشيء بخصك. فاليوم انت من وقت ما بتعلمه من هو صغير انه هو تشاركه بالقرار، يشارك بالقرار، يشارك بالعمل، اليوم بين بعمل المنزلي، اليوم تعال ماما ساعدني بهذا، تعال بابا ساعدني بهذا، فانت اليوم عم تعلمه انه هو يكون يتحمل المسؤوليه. هاي الشغلات هي شغلات كثير صغيره، كثير صغيره، بس نحن ما بنعملها. وهذا الشيء هو اللي بقى بيعمل هاي الفجوه بين الاب او بين الاهل والاطفال. حقيقة يعني تمام محمود، دائما نحن بنسمع انه الاطفال وهن صغار بتختلف سلوكياتهم بشكل كثير عن لما بيكبروا، قد ايه المحبة هون انه نحن نعلم الاولاد يحبوا بعض، يعلموا يكونوا سند بعض من هن وصغار باساليب مختلفة، يمكن هي اساس لما نكبر نحن ما يكون في هي الغيرة القاتلة اللي ممكن نشوفها بين كثير من النماذج الموجودة حوالينا. اليوم شغلة كثير نحن بنعرفها، لما بيكون في فارق كثير صغير بين الاولاد تتولد بيناتهم الغيرة. تمام، هلا هي الغيره اذا انت ما عالجتها او ما تصرفت فيها من الصغر يعني بتستمر معاهم لما يكبروا، والمشكله بتكبر بتتوسع بصير في فوارق بيناتهم. اليوم نحن مشان نعالج هي القصه كثير ضروري مثل ما قلت لحضرتك شغلات كثير مهمه لازم نعملها من نحن صغار، من هن الاطفال صغار لما يكبروا. اولا عدم المقارنه، اولا اكبر غلط محمود عم تركز عليه،
عدم المقارنة بيناتهم. اليوم المقارنة هي أنت عم تحكم على الأطفال بس يكبروا أنه هن يكرهوا بعض أو يحسوا بهذا الفارق بينهم وبين أهلهم، رح يصيروا رح يتحول هذا الكره مو بس للأطفال وللأهل لأنكم أنتم ميزتوا عني فلان. اليوم عندنا الاعتداء اللفظي والجسدي، أنت اليوم ما فيك تعتبر أنه الأطفال أطفال صغار هن إخوات بينهم وبين بعضهم يلا بيتخانقوا وبيتصالحوا، ما فيك تهمل هذا الموضوع أبداً، ما فيك تسمح له انه يغلط معه حتى ولو باللفظ. تمام. اليوم الاحترام على الصعيد الاجتماعي، اليوم ما فيك تخلي انه القرايب والمعارف اولاد العم اولاد الخال يوصموه انه والله مثلا فلان هذا يعني بالفاظ، ليش؟ لانه هذا اللفظ بيستمر معه ليكبر. تمام. واذا بتلاحظوا انه نحن اليوم عندنا مثلا ابو فلان ولا فلان ولا القاب لهذا الطفل، هذا الطفل انت رح يستمر معه لوقت ما يكبر، وهي الوصم ما رح تتركه. فاليوم الاهل لازم يكونوا دايرين بالهم على هذا الموضوع، وبالاضافه لذلك الامر اليوم النقاش والحوار بينه وبين بعضهم وجمعهم. تمام. اليوم الترابط العائلي نحن بنفتقده، لازم اليوم نخصص وقت لهم نسمعهم مع بعض بجمعة العيلة يحكوا ونتناقش ونحن نحاورهم. نحن اليوم ما في حوار، ما في حديث، إذا كنتم بتنتبهوا ما في حديث بين الأب وابنه للأسف. الأمهات أو يعني ما بدنا نعمم بس الأغلب يمكن بيقعد على الموبايل أو اللي راجعة من شغلها بدها تلحق طبخ البيت وغيره من القصص، وما بتلاقي فعلا وقت لأطفالها. ونفس الشيء الأب فرح للأسف عم يكون نص وقته بالشغل ونص الوقت بالبيت تعبان، فما كمان ما عم يلاقي وقت. أكيد بنتمنى هي النصائح توصل لكل أب وأم هن عندهم أطفال بدهم يربوها، يمكن هي مسؤولية كتير كبيرة علينا تربية أولادنا، لازم نكون كتير حذرين وكتير عارفانين شو عم يصير. صحيح. معهم بكل التفاصيل. شكرا كتير لك محمود للمعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. شكرا لك محمود مره ثانيه، ونتمنى فعلا الحذر لما نحن بنعامل اولادنا، كل تفصيل صغير بيترك اثر نفسي سواء سلبي او ايجابي. صحيح فرح، شكرا لك محمود عن جديد.